شركة هاليبرتن واحدة من الشركات العالمية المشهورة المعنية بالخدمات النفطية للآبار والمتواجدة في المنطقة منطقة الشرق الأوسط منذ الستينات، وبالعراق موجودة منذ السبعينات ولديها مشاريع كبيرة. هذه الشركة تمتاز عن الشركات الأخرى بأنه لديها مشاريع لدعم المجتمع المحلي، خصوصا مؤسسات بناء المهندس مثل الجامعات و المنظمات المهنية. منظمتنا هي منظمة SBE، المنظمة العالمية الكبرى المعنية بمهندسي البترول. فالتقت الأهداف وقدمت لنا هاليبرتن مشكورة عرض بإقامة دورات تخصصية بمجموعة برامجيات تنتجها شركة هاليبرتن. هذه البرامجيات يحتاجها مهندس النفط باختصاصات مختلفة. الدورة الأولى أقيمت لاختصاص الحفر والإكمال، وتم اشتراك 30 مهندس نفط معظمهم مهندسين حفر، اشتركوا بهذه الدورة، أخذوا مواضيع على اختيار البطانات وتحديد الكيسينج سيتس واختيار التيوبينج الكيسينج هانجر نوع الباكر، إضافة إلى الحفر الأفقي، في موضوع الأنجل بولدينج، في موضوع التراجكتري الأزيموت، دراسة موضوع الجيوميكانيكس. هاليبرتن تمتلك سوفتويرز تخص قطاعات مختلفة من الصناعة النفطية، بداية من جيو ساينس، ريزرفوار، جيوميكانيكس، دريلينج اند كومبليشن اند برودكشن. تم تنظيم دورة في موضوع الحفر اللي هو World Construction 4، ومستقبلا سيتم التعاون مع شركة هاليبرتن أو Landmark لتنظيم دورات أخرى في disciplines أخرى، وطبعا فيما يخص الديجيتال ترانسفورميشن.